معلوماتنا اليوم حول تقويم الأسنان هو العمر المناسب لمراجعة طبيب التقويم. يجب الانتباه لأنه أول ما نلاحظ أي خلل عند الطفل أو عند الأكبر منا، بمجرد أن لاحظ الأهل أنه هناك خلل في إطباق الأسنان أو تقدم فك على فك آخر أو خلل في شكل الوجه، عدم تناسب بين الفكين والأنف وصورة الوجه، يجب مراجعة طبيب التقويم مباشرة. الخطأ المنتشر عند أغلب الناس أن احنا ننتظر الطفل حتى اكتمال بزوغ الأسنان الدائمية جميعا حتى يأخذوه عن طبيب التقويم، وهذا خطأ مشهور ولكنه غير صحيح، لأنه كلما أبكرنا في العلاج للطفل بمجرد أن شاهدنا هناك خلل أو عدم انسجام ستكون المعالجة أسرع وأفضل وأدق وأثبت، وخاصة بعض الحالات التي هي فيها عدم انسجام بالعظم بين الفكين. أما ما بعد البلوغ سيكون العمل فقط على الأسنان دون الفك، وشكرا لكم.